مشاهدينا الكرام أو في برنامج إليك، مرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا كالعادة باش تكون فيها عروض الأزياء موجودة اليوم. جينا مصممة أزياء مدام نورة من ولاية بنزرت، ومعها باش نشوفوا كوليكسيون حلوة برشا فيها التريزة وفيها الكسوة البنزرتية. كذلك باش تكون حاضرة معنا مدام هاجر الميسي، وهي حرفية، واليوم معها باش ناخذوا فكرة على آخر صيحات الموضة فيما يخص لي ساك دو بلاج، وكذلك فيما يخص مستلزمات الحمام، خاصة اللي توا قاعدين يحتفلوا بالزفاف نتاعهم. نقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم لعروس 2016. مدام ريم ومنجية كالعادة باش يكونوا حاضرين من خلال موضوع برنامجنا، وكالعادة اليوم باش نحكيو على موضوع يهم لي كوبل، باش نحكيو على التواصل بين الأزواج. التواصل في لي كوبل، نعرفوا قداش مهم التواصل، نعرفوا قداش مهم الحياة الأسرية والحياة العائلية، لذا باش نشوفوا منظور آخر، باش ناخذوا بعض الأفكار وكذلك يمكن بعض المشاكل اللي يتعارض لي كوبل هذوما، باش نحكيو في الموضوع هذايا، وباش نقدم لكم وجهة نظر نتاعها مدام منجية بوصفها كوتش، وكذلك ريم من خلال ممارستها اليومية بوصفها صحفية، وأكيد تتعرض كل يوم للعديد من الشهادات في المجال هذايا. كذلك باش تكون حاضر معنا صادق بن جيبسي، اليوم يجينا وهو مختص في الصور لي فوتو دو مود، خاصه وهو مصور فوتوغرافي، معاه باش ناخذ فكره على تجربته في المجال هذايا. هذه كانت فكره اوليه على مختلف الفقرات اللي تستنى فيكم في برنامجنا، ان شاء الله يعجبكم المحتوى. وكالعاده باش نبداو مع اول فقره، وهي فقره الخاصة بعروض الأزياء والجزء الأولاني لعرض الأزياء اللي تأمنه لنا مدام نورة. تاخذ عقلي انت وهي، يا لابسه بهلاليه، يا لابسه بهلاليه، قدك يسحر يا بسميه. يسحرني يا طفلة، يا وردة يا أجمل فلة، كنشوفك بها في حفلة، الرب الرب هدية، ما تماش حاجة تطلبني، ما تماش حاجة تطلبني في الدنيا، كان انت وهي. بيها تسهبني، كنشوفك بيها تسهبني، بتاخذ عقلي انت وهي، يا لابسه بهلاليه، يا لابسه بهلاليه، قدك يسحر يا بسميه.
انتي ويانا تسلم يدين اللي شراها واللي نسجها لك يا بنية قد السرول يا محلاها هالربة انتي ويانا تسلم يدين اللي شراها واللي نسجها لك يا بنية يا طفل علاش تعذبني يا طفل علاش تعذبني بعيونك سودة السنجية. اليوم سعيدة جدا باستقبال صادق بن جيبسي وهو مصور فوتوغرافي. وصادق تبارك الله عنده خبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي وخاصة تصوير دو مود لي شوتينغ لي ديفيلي. حكاية غرام وحكاية غرام كبيرة برشا الحقيقة باش نحكيه مع صادق على التجربة هذه على تجربته وعلى يمكن حتى بعض الطرائف اللي تعدى بها أكيد من خلال ممارسته اليومية خاصة مع بعض النجوم والوجوه المعروفة. مرحبا بك صادق. مرحبا بك مولاي عايشة. فرحانة برشا أنك تكون حاضر عايش معنا أخيرا في برنامجنا لأنه تبارك الله تعاملنا معك في أكثر من مناسبة حتى في بالنسبة لبرنامج إليك اللي عملنا لو سبوت دم تعليم البرنامج كنت حاضر معنا وعملت لنا صور فوتوغرافية. شكرا لك على حضورك. كذلك كنت حاضر جدا من خلال أعمال بعض مصممي الأزياء اللي كانوا حاضرين معنا طيلة المواسم اللي تعدات من برنامج إليك وكنت كل مرة الحقيقة تقدم لنا حاجة حلوة وفي كاليتي مزيانة وبرؤية إبداعية حلوة برشا. هات نحكيو مجال معناتها الصور الفوتوغرافيه. نعرفوا كنا مستنسين بصور الفوتوغرافيه معناتها العاديه الكلاسيكيه تو لينا نحكيو على دي شوتينغ كبار على كونكورنس كبيره برشا في معناتها بين المصممي الازياء او بين حتى معناتها الكل يشتغلوا في المجال هذايا سواء الحلاقين الماكيور خاصه معناتها يعني هو السيكل مربوط ببعض وكنا معناتها الفوتوغراف ستيليست الاستيتيسيان معناتها كل حلقه مع بعضنا نخدموا فهمت يسفي واحد برك باش يكون معناتها حاجه سافابا كل شيء يتيح في احنا ديما نحاولوا نخدموا مع ليكيب الصحيحه الباهيه معناتها ديما نحاولوا معناتها في البون شوا كل واحنا المصممين الازياء زاد كيف كيف معناتها مش اي مصمم ازياء لازمك معناتها باش معلش هو فما ان كونتاكت والاكثريه فما يلزم معناتها تجانس تكونوا متفاهمين فما تتفاهم انسجام فوالا انسجام في الخدمه وانسجام زاد في الرؤيه على خاطر تنجم انت عندك لا فيزيون تاعك والمصمم الازياء يستنى في حاجه لو زاد اللي يخدم المكياج يستنى في حاجه فهي باش توصل توفق بيناتهم الكل صعيب ولو تعرف انت المسؤوليه الكبيره عند المصور خاطر الرؤيه نتاع الستيليست نتاع الاستيتيسيان ولا اللي هو معناتها يحاول باش يجسمها في الاخر شكون المصور يلزم هو باش تخرج عنده هو الريزلتا معناتها كيفاش تخرج الريزلتا فيني معناتها نقولوا احنا للشعب للكليون ولا هما ولا الناس فهمتني توصل اترافير الفوتوغرافي اذا كان هو معناتها ياخذها بال معناتها بحاجه صحيحه وبالمنحى الباهي وكل شيء توصل التصويره الصحيحه كما يحبوها ستيليست ما يخفيكش على هذايا معناتها الرؤية الفنية زادة الفنية صحيت خاطر ساعات النجم ولو تكون متضاربة الآراء نتاعي ما بيني أنا وبين المصمم ولا بين تقوم بالتجميل إلا أنه في الأخر نتفاهموا على النتيجة الأخيرة معناتها الأخيرة معناتها في الأخر ديما نلقاو العمل نكونوا متفقين عليه الكل.
تصويره في على غلاف مجله او في بلاصه راهي فيها برشا خدمه برشا برشا خدمه ساعات من العمل وايام من العمل ومن السهر باش تخرج حاجه حلوه. الكونكورنس هذه الكل كيفاش تنجم توفق معناتها بين الكليون بين المصممين الازياء باش كل واحد تعطيه خصوصيته ومعناتها وتحاول انك تحفظ حق كل انسان. هو والله كل ستيليست سورتو من الستيليست ما يخفاكش انت معناتها اللي برشا طالعين تاع دي ستيليست بارك الله دي جون يخدموا وخرجوا خدمه باهيه وحتى نتاعنا المعروفين زاد كيف يقول لك نحب ان توش سبيسيال ما نحبش نخدم كيما ستيليست الاخر ما نحبش نعمل كيما نفس التيم اللي عملوه فهمت دونك احنا اوني اوبليجي اشاك فوا باش نعملوا تيم جديد باش سولون معناتها منين نسبيريو من الكوليكسيون نتاع المصمم تعرف كل مصمم يعطي من روحه للكوليكسيون نتاعو انا نحاول معناتها ديجا فما ديفيرونس هنا احنا نحاولوا على الفرق هذاك نخرجوا منه تيم نخدموا عليه بطبيعته يكون مش كيما معناتها التيمات الاخرين اللي خدموا عليهم ديجا المصممين الاخرين يكون عنده معناتها طابع خاص به هو ننصحوه في المجال هذا معناتها ساعات هو يشوف حاجه نقولوا له لو كان تعملوا هكا خير كان ندوروا هكا خير ونجربوا فهمت كيفاش بتبيع اذا كان هو ما عندوش الثقه في المصور نتاعو ما تنجمش ما نجموش فما طول التقنيات الجديده تطورت برشا التكنيك برشا الفوتوشوب برشا حاجات يمكن قديش هكا التدخل نتاعك تحاول تكون خفيف شويه على خاطر تعرف وقت اللي الملامح تضيع وقت الخدمه تولي ياسر سوبرفيسيال يمكن حتى الانسان ما عادش يلقى روحه فيها معناتها صحيح هو في المجال هذا زاد تابعنا برشا تطورات واحنا زاد قاعدين نعملوا في دي فورماسيون عندي دي فورماسيون نعملهم خاطر فما حاجات تفوتنا حاجات لازمنا ديما واحد يكون حاول يكون اجور ديما فهمتني بالنسبه قلت لي انت استعمل فوتوشوب مش استعمل فوتوشوب هو تو ديبون من الخدمه اذا كان خدمتك تستحق برشا فوتوشوب كنقول خدمه راهو ستاند غافي ديكيب اذا كان مثلا المجمله ولا المصممه ولا ما خدمتش خدمه معناتها كما يلزم انا باش نضطر نستعمل هذا ديفو بيان سور باش تحاول تصلح لانه هي جماليه في الاخر صحيح يلزمني نعطي تصويره للباهيه في الاخر فهمتني اما مش يكون هي التصويره كلها معناتها معالجه نعم معناتها تريتمون ديماج ما تكونش التصويره كلها ما يلزموش يتجاوز ال 20% معناتها من العمل نعرف زاد علاقه كبيره زاد برشا وجوه معروفه في تونس وبرشا وجوه معناتها قمت معاهم دي سيونس فوتو كانت تعطينا فكره يمكن كيفاش تلقى روحك معناتها خاطر بين انك تمشي تحضر دي زيفينمون وتصور وبين انك تعمل اون سيونس فوتو مع شخصيه معروفه هو الفرق شاسع جدا معناتها لا مجال للمقارنه تبقى شنو الحاجه الباهيه في الشيء هذا انه معناتها النجم ولا ستار هو اللي يختارك انت نعم كو سوا كونتاكتيك معناتها بالفيسبوك ولا بالتليفون ولا هو معناتها هو يطلب منك معناتها ديجا شاف خدمتك حاجه تشرفنا بالطبيعة انه النجوم التوانسه يطلبوني باش يتصوروا عندي كل شيء حاجه تشرفنا حاجه تفرح بقى زاد كيف في زمنا نقعد وقاعده نحكي شنو هي تحب انت شنو هي تطلعاتك شنو هي باش تعمل شنو هي التيم اللي نخدموا عليه البلاصه معناتها فهم خدمه كبيره فهمت كيفاش مش معناتها هاي نتصور سي بون كل شيء حاضر معناتها ديما فهم تصور كيما تقبل نعملوا تصور سامبل وكل معناتها وتوا تعرف التكنولوجيات الحديثه الاتصال حديثه معناتها تطورت برشا ولا كل نفتحوا على برشا نتفتحوا على برشا حاجات بالحقيقه معناتها وسائل الاتصال خليتنا جورتو فيسبوك ولا الانستغرام وكل معناتها ولينا ونحبوا ليماج وخاصه علاقتنا بالهاتف ولات متطوره برشا معناتها فما كمان زاد روشيرش زاد اللي نحسوها في كيما قلت انت حكينا بكري على لي تيم ولينا نحسوا فما كونكورونس وفما حاجه مزيانه معناتها كل معناتها المصورين الفوتوغرافيين وكل حد عنده انتوش عنده حاجه عنده هذيك حاجه باهيه راهو حاجه باهيه متنوع فما تبارك الله منافسه شنو تخلق المنافسه تخلق التنوع معناتها اذا كان ما فماش منافسه رانا كنا نخدموا في نفس التيم كل واحد مثلا انت تو كي تدخل ما عرفتش انا على الفيسبوك ولا على السيت نتاع واحد ما تعرفوش تغزل للتصاور تقول لا معناتها هذا المصور الفلاني الفلاني هذا معناتها كل واحد ولد عنده انتوش حتى كان راهو معناتها ماهوش يخدم في نفس التيم او عنده معناتها فما ديما عنده بصمه خاصه في الصوره نتاعو يعطيك الصحه شكرا لك سادق على حضورك معنا وان شاء الله بالتوفيق ليك وهي حابينها تحيه من خلالك لكل المصورين الفوتوغرافيين في تونس اللي قاعدين يشتغلوا في مجال الموضه ومجال برنامج اليك مفتوح لكل الطاقات التونسيه نشجعوا كل الشباب والشابات باش يدخلوا المجالات هذه ويبدعوا ويقدموا
خاصة ببلادنا. نذكركم إذن بطرق التواصل معنا إليكي tunisiatv.n وكذلك الباج فيسبوك متاعنا إليكي. ونواصل مع بعضنا الجزء الموالي من عرض الأزياء اللي تأمن هنا مدام نورة. من فوق ما صمت اللان مقياس ياجب ما صار مقياس ياجب ما صار مقياس ياجب ما صار من فوق ما صمت اللان مقياس ياجب ما صار مقياس ياجب ما صار مقياس ياجب ما صار من فوق ما صمت اللان مقياس ياجب عالمقياس I'm not afraid to die.
فقرة صنعتي ديك. سعيدة جدا اليوم باستقبال مدام هاجر الميسي وهي حرفية. واليوم مع مدام هاجر باش نحكيو على حاجتين، باش نحكيو على الحمام وباش نحكيو على البحر. مانا في فصل الصيف باش نحكيو على طوندونس حلوة برشا آخر صحة الموضة فيما يخص مستلزمات الحمام للعرايس، وكذلك اللي معناتها لي ساك دو بلاج وقفة البحر اللي ولينا زادة نشوفوا فيها في طوندونس حلوة. مرحبا بك مدام هاجر. نشوفوا لي تبارك الله تطورات كبيرة وموضة كبيرة وبرشا ولينا نهتموا بالحمام، حمام العروسة. أيه. وما أدرك حمام العروسة، على خاطر ولات فيه طقوس كبيرة في تونس. صحيح. وطندنس جديدة وألوان وأقمشة وحاجات، معناتها كل حد يقول لك أنا نحب روحي سبيسيال، أنا نحب روحي نخرج حاجة جديدة. كانت تحكينا شنو آخر صحات الموضة، نبدأ بالحمام بعد نمشيو للبحر. أوكي. الوغ الحمام عندنا بدينا بالخمري سناء. أي. الخمري اللي هو الجبة الخمري العربي دخلناه في الحمام، عملنا تبديله. أي. تمشي بها العروسه للحمام، دخلنا فيها الدانتيل والجيبور. اها. لي كولور سناء عندنا الجريج والبيج والليفوار. أها. دخلنا عليهم الدانتيل معها البرنوس نتاعها والقفه. أي. والملازم الكل، الفوطه تابي القبقاب الكل بالخمري مخدوم مع الدانتيل. وكيما خدمنا زاده كيف كيف بالحايك. اي. بالقمرية. نعم. اترزنا التريزة العربي اللي هي بالكونتيل وال العدس والكونتيل. العدس والكونتيل. أه. فوالا. وترزنا زاده بالخيط الفيل دو كوتون والحرير. سنة ممكن انت ركزت على الخمر خاصه، مش مستلزم به معناتها في الحمام. اي حاجه جديده خرجناها. التبديله اللي باش تمشي بها للحمام نجم تحضر بها حتى في حنتها بعد ما تكمل تلبسها بعد الحنه، ولا تحضر بها في حنه مثلا نتاع صبيه اخرى تلبسها. تمشي بها الحمام حد اخر، معناتها تقعد لها حاجه سوفونير وتقعد لها تلبسها من بعد. مش كيما توا الحايك باغ اكزومبل نعملوه، مش ما نعملوش، ما تلبسه مره برك وسيي ما تمشي به الحمام وما عادش تنجم. باغ كونتر الخمري ترزناه معناتها فما تريزه وفما دانتيل والجيبور كيما قلت لك، دونك تقعد ديما مزيانه وحلوه معناتها عندها قيمتها. نعم. هذا بالنسبة للخمري، فماشي حاجات أخرى، فماشي ألوان معناتها نعرفوا اللي كما شفنا في دي كوليكسيون أخرين، وأنت حتى كنت حاضرة معنا في حلقات سابقة، شفنا الهندية معناتها بتاعنا هذيك الألوان الزاهية الكل اللي فريمون شفنا فيها برشا إقبال. هذيك الهندية دخلناها كيف كيف، أما شوية بركة وزدناها التريزة على اليوني. نشوفوها مع بعضنا حاجه. أي. مزيانه برشا. ما عملناهاش الكل هالكلها قبل، عملناها الكل ما يتوع، عملنا بها غارنيتور معناتها زدناها شويه، عملنا. أي. الحرجيه نتاعها. نعم. وترزنا شويه ولات حاجه مزيانه حلوه كيف كيف، زادت تنجم تخرج بها وتستغلها من بعد. به هذايا بالنسبه للحمام، معناتها بالنسبه للمستلزمات ممكن حتى نختموا على التيم نتاع الحمام، فماش حاجه جديده معناتها، هذوك ما هما بيدهم اللي نلقاوهم من القبقاب والمستلزمات معناتها لك شويه الحنه نتاعنا والصابونه وهذاك الكل معناتها زدناها الكرسي نتاعها اللي باش تقعد عليه ميم تام. أه. كيف كيف زاد معمول كيف كيف كيما اللبسه نتاعها الكل. القاعده نتاعها الكل كيف كيف اسورتي، زاد تحب نعملوا الكرسي نعملوه زاد بالخمري ياسر مزيان، نعملوا البومبونيت نتاعو والكل، معناتها حاجه جديده ديفيرونت على اللي كان قبل الكل. ده. سوري عربي او ميم طون. يعطيك الصحه. هذا تام الحمام. نمشيو تولى البحر، وبرشا عاده تبارك الله موجودين في تونس خاصه جاليتنا التونسيه اللي قاعده تستمتع بالبحورات نتاعنا، ومرحبا بهم في بلادهم. وكذلك بضيوف تونس الكل، التوريست خاصة الأشقاء الجزائريين الليبيين والعديد الجنسيات الأخرى الموجودة في بلادنا. نحكي توا على البحر وعلى الساك دو بلاج، اللي ما عارف ساك دو بلاج ولينا خاصة قفة. والقفة اللي طورت برشا، والقفة طورت خاصة بديناها معاك بالفوغ، وبدينا وصلنا توا للقفة بتاعنا اللي نمشيو بها للبحر ونخرجوا بها ونمشيو نسهروا حتى بها. بالطبيعة عندنا القفة مصغيرة كما نعرفوا قبل، مصغيرة للكبيرة اللي. نعم. هي نتاع البحر الكبيرة زاد كيف كيف تمشي للحمام أون ميم طون. خدمنا المرة هذيا قفة البحر اللي هي زاد تمشي للحمام. ايه؟ كيف كيف نجم. نعم. تمشي بها غاب حتى للجنو تحت. ايه؟ متروزة من الفوق وفي اليدين، نجم تمشي بها للحمام ومعها القفة نتاعها. نعم. واليد نتاعها زاد نحاس صفرة بالقالون نتاعها مطروزة، هذيك تستغلها للحمام كيف كيف تمشي بها للبلاج. نعم. هي نفسها معناتها باش تستغلها. البحر سنة خرجنا له برشا حاجات مزيانين كما قلنا، التريزة الفيل دو كوتون. نعم. تبدا الرقبة كلها مطروزة واليدين والقفة زادة مطروزة. حاجة مزيانة برشا باش تشاهدوا على الصور على الشاشة نشوفوهم مع بعضنا. عندنا زادة شو ما أكثر الألوان ركزت عليهم مدام هاجر؟ عملنا الغوص فوشيا الفيغ
البلو تركواز جون هذوما لي كولور معناتها الفلاشي وجاي هكا ماشي مع البحر تحس اللي انت هكا محليك في البحر وحاجه اتيرانت معناتها فهمت وتخرج بهم تسهر بهم معناتها حاجه تستغلها في كل وقت مش في البحر برك به مدام هاجر مستنسيز ذا كذلك نشوفوا الخمسة بتاعنا اللي فتيش هذوك مستنسيز بهم الخمسة والبعض الأحجار اللي شبه كريمة شفنا برشا حاجات معناتها هل فما رجوع ليهم ولا ركزت أكثر عملنا برشا موديلات تنشوفوهم مع بعضنا عملنا برشا حاجات كما الخمسة ذيك ديما موجودة عندنا زاد الكاليغرافي عندنا لي بيير سمي بريسيوز عندنا لي بونبون هذوما كلهم موجودين وكذوق الحريفة يختلف اللي يحبها وهما سي دي معناتها نعاودوا كل يوم سي دي بياس براتيكمون اونيك معناتها دي بيرسوناليزي من حاجات كل واحد معناتها وقت باش يقتني حاجة اللي هو مش باش يلقاها سيغي معناتها يلقاها عند برشا عباد فوالا هذيك احنا خدمتنا باش نمتازوا اللي العبد الكليون تاعنا الحريف كي ياخذ القطعة نتاعو ما يلقاهاش في بلاصة أخرى وزيد الجودة من فوق فوالا هذيك هي الدوفيز شكرا ليك مدام هاجر يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليك وتحية كبيرة ليك ومن خلالك لكل الحرفيين التوانسه وين ما كانوا وبرنامج اليك مفتوح لكل الطاقات التونسيه اللي تشتغل في مجال الصناعات التقليديه نذكركم بطرق التواصل معنا اليك تونيزيا تي في .tn وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليك واحنا مواصلين مع الجزء الاولي من عرض الازياء اللي تامنه لنا مدام نوره من بنزرت أحلى السهرية بحلى حبيبتي أحلى
الديكور. سعيده جدا اليوم باستقبال بلال الغنيه وهو مصمم ديكور مهندس ديكور. اليوم معه باش نحكيه على لي توندونس ومن لي توندونس هذوما اختار لنا حاجه حلوه برشا شفناها دارجه السنه لموسم 2016 وهو لو تيم سكانديناف. مرحبا بك بلال. مرحبا منى ومرحبا بكم الكل. ميرسي على الاستضافه. عايشكم. عايشك. هو لو تيم الكل احنا موجودين فيه اليوم. اي التيم هذا هو اللي هو التيم سكانديناف. اي معناتها كتعريف صغير بتيم سكانديناف. نعم. هو كانت نقله نوعيه في الـ في الـ في التصميم الداخلي. أه. من 1930 1970. اي كانت مع المهندس المعروف التار الفاتو. مم. اللي هو مهندس ديكور من فنلندا. نعم. قام بادخال لي فوليوم ولي فورم سامبل معناتها. نعم. تفسير معناتها الاحجام ولا فوالا اللي اكثر سامبليفي اكثر زين اكثر معناتها حاجه تكون سوفت ولا وعلى قد ما يكون الحجم يكون معناتها نجتنبوا نكونوا لي فورم كومبليكي وكبار وكبار فوالا. واكثر حاجه اللي كان تم استعماله للماده الاوليه الخشب معناتها اللوح من بوا ماسيف ويكون الباتيناج الجو كي تدخل تحس فما روح فما انتيميتي. نعم. فما معناتها السباس انك تدخل تحس فما روح تعني للشخص هذاك. باه هذايا لو تيم معناتها بصفه عامه. باه بالنسبه للاقمشه باغ اكزومبل شنو هما لي كولور والا الاقمشه اللي تمشي اكثر مع لو تيم ولا لو ستيل سكانديناف؟ فوالا سؤال مزيان برشا خاطر كتونسي التونسي بطبيعته ذواق. هو من اول وقت وكان ذواق و نعم. حاجه انه نجم نربطوها بلي كولور كامايو اللي هي الالوان الترابيه. نعم. باش يكون الانسامبل معناتها على قد ما نعطيه انه فما روح قديمه. ايه. كما قلت لك موجود الخشب اللي في فيي معناتها بتاع الحاجه اللي تبدا قديمه. ولا. عندها ايه. هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له معناتها على قد ما يكون النوع الالوان الترابيه من البيج جوسكا المارون. أه. اللي هو معناتها لي بيج لي كرو الغريج الالوان هذيك الكل. نعم. اللي هي باش تمثلنا الجو السكانديناف ان تحسك بالاسباس اسباس قديم معناتها كيما اي واحد فينا تونسي كي تفكر دار عزيزو. أيه. دار ماماتو للجو هذاك معناتها هو الرجعه بروح جديده في ذاكرتك انت هي موجوده معناتها. بلال كما قلنا معناتها الاقمشه والتان هذوما ولي كولور هذوما معناتها رؤيه حلوه برشا حاجه سوفت حاجه زين حاجه سامبل معناتها وكما قلت الاحجام نعرفوا اللي احنا تبارك الله في تونس عندنا الاحجام كبيره معناتها ديارنا تبارك الله كبار. فوالا هذا في اللي يخص مهندسين داخليين معناتها. أيه. كتونسي انت كمواطنه وماشيه باش تختار شنو باش يناسب لي للدار تاعك. رغم انك تكون انت ذواق معناتها احنا مع كامل نحب نقول اللي شابنا بالحق ذواق. احنا كحضاره حضاره مستنا جميع ولا حضاره كثيره تعدت على فتحنا على برشا حاجات. ايه. دونك يكون ذواق مي يقعد الحاجه الوحيده اللي انا راها معناتها اللي. ايه. ريتها من معناتها من الناس اللي تحب تخدم ديكور مزيان. اه. انه معناتها يبدا عندك اسباس مزيان معناتها سوبرفيسي كبيره اذا كان انت تحط النسيسير يبدا بالوقت يعمل لاكيميلاسيون معناتها يكثر حاجات اللي بعده يضيع الموضوع ما عادش مهم فماش اغمودي ونتيحوا في الفوت دو غوف خاصه. كي نحبوا مثلا واحنا نكونوا اين واحنا نكونوا اتوندونس اون بير لو غو معناتها اون بير ما عادش نوليو دي فوت حتى هو في الموضه معروفين الاكيميلاسيون يضيع النسيسير اون تاس كثر كانها تولي لا كافيرن دالي بابا هذيك ما غلط علي بابا. دونك الاحجام الكبيره اللي حكيت عليها انت لو كان اذا كان مش نحط لازم في اللازم احجام كبيره. دونك باش يولي الاسباس نتاعي كله بيان اتيدي. نعم. معناتها اذا كان باش نخمم في ان سالون وي ان سيجور. السالون باش يكون في دينورم. نبعد على معناتها قياسات 3 بلاس و 2 بلاس ولي في 3 بلاس ادمي 2 بلاس ادمي مع ان سيجور افيك دينورم كبار يكون مرتاح لو كونفور. هو الحجم الكبير الحاجه الهدف منه شنو معناتها انه يكون كونفور راحت الانسان في داره في الانتيميتي نتاعو غاديك اللي احنا معناتها. مش الفايده معناتها نكثروا من المبل اون انتاس الفايده طريقه توظيفها وعلى الشاشه احنا شاهدنا بعض الصور اكيد اللي تجسم هذا الكل طريقه التوظيف كيفاش نستغلوا الاسباس نتاعنا وحتى العين تبدا مرتاحه معناتها تشوف قطعتك تشوفها بالكدا معناتها تتفرهد فيها وبربي ماذا بينا اللي يشري ان سيجور ولا ان صالون يتفرهد فيه مش لازم يخبي له اللي فيه خاصه هذا خاصه هذا الوالده تحيه لها تحيه لكل السيدات اللي قاعدين يشاهدوا فينا. شكرا لك بلال يعطيك الصحه. شكرا لك على المعلومات اللي قدمتها لنا
وان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى في برنامجنا. نذكركم بطرق التواصل معنا اليك tunisiatv.in وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليك. احنا مواصلين مع بقيه فقرات برنامجنا. Oh,
موضوع برنامجنا مواصلين الحديث على العلاقات الزوجية، قديش مهم نكونوا متفاهمين، قديش مهم يكون فما حوار في العائلة. لذا وكالعادة تحضر معنا مدام منجية نافوتي عرقوبي. مرحبا بك منجية. مرحبا موني عايشة. وكذلك كريم ترجع لنا بعد غيبة صغيرة. مرحبا ريم. يعيشك موني. كالعادة باش نحكيوا على الموضوع اللي تهم الأسرة، يهم الكوبل، ويهم خاصة كما نقولوا وقت نقولوا حياة زوجية نقولوا متى كل شيء متأسس عليه، خطر من غادي من العائلة من نويو هذاك المجتمع متاعنا كيفاش باش يكون إكيليبري. هو موني قد ما نحكي على كومون ريزودغ لي بروبليم اللي يتولدوا في الكوبل من حتى شيء، معناها تلقى في لي برينسيپ دو باز متفاهمين، اما ديما ثم المشاكل الصغيره اللي ساعات توصل للطلاق والانفصال، الوغ هي ما تكونش عندها الوزن الكافي باش يؤدي لل اما ثم مشاكل صغيره وثم جزئيات وثم دي سكري اللي كان لو كان نفيقوا بهم ونعرفوهم نجموا نتجاوزوا برشا مشاكل ونتجاوزوا برشا تعب وننجحوا في علاقتنا الزوجيه، خاصه وقت اللي نبداو مسؤولين على رواحنا، مسؤولين على عائله كامله، مسؤولين على جينيراسيون، معناها العيشه في وسط المشاكل والعيشه دون لو ستريس فاميليال راهو ياثر علينا نحن ككوبل، يعني ياثر على زوجين اما ياثر سورتو على الصغار اللي هما ياثر حتى على الخدمه في الخدمه وهي معناتها كلها مربوطه ببعضها النويو هذاك علاش هما يتلخصوا في حاجتي سهلين برشا ولكن لازمنا نخمو فيهم برشا اللي هما الحاجه الاولى هي نجاح في الكوبل، يعني نجاح في الكوميونيكاسيون، لازمنا ننجحوا في التواصل مع بعضنا، نعرفوا نتكلموا مع بعضنا وهذا عنده قواعد وعنده ديزاستوس. والحاجه الثانيه نتعلموا كيفاش نتخلصوا من الانانيه نتاعنا، على خاطر لو كان تجي تثبت في اصل المشكله في لي كوبل، وانت تعرف منى احنا في خدمتنا نلتقيوا برشا بالمشاكل هذوما نتاع لي كوبل، تلقى الباز الأساس ديما في المشكلة مبنية على الأنانية متاع أحد الأفراد. كيفاش نتعلموا نتخلصوا من الأنانية ومعناها نتغلبوا على أنانيتنا ونخرجوا من الأنانية الصغيرة متاعنا باش نذوبوا في الكوبل ونذوبوا في العائلة. هذا بتتر منجية تعطينا ديما نلقاو معاهم باش نزيدوا نحكيوا أكثر على نوعية المشاكل اللي نجموا نتعرضوا لها مدام منجية، خاصة من مراستك أنت كذلك اليومية ولا العباد اللي تجيك وتتصل بك، كيفاش يمكن الأبرز يمكن أنت الخطوط الأبرز الحاجات اللي تتعرض لها أكثر اللي تحسها أكثر باش هي العلاقة متاع الكوبل، معناها حاجة ديليكات برشا، معناها حاجة سنسيبل برشا وحساسة برشا. باغ كونت حكينا على المشاكل، احنا انا اللي يجيوني الاكثريه معناها اللي ماهمش مشاكل دي مالونتوندو، معناها حاجات يصيروا سوء فهم ما بيناتهم، المشاكل اليوميه ما نحكيوش على حاجات كبيره تصير ولا طلاق ولا حاجه، مي نتاع كل يوم معناها اللي نعيشوهم هما دي مالونتوندو، يجيو من لي بروبليم دو كوميونيكاسيون كيما قلت انت، واكثر حتى من كوميونيكاسيون، خاطر كي نحكيو على الكوبل نحكيو على كوميونيكاسيون انتونسيونيل اللي هي معناها لازم تفهم انت الشخص الاخر وهو يفهمك زاده، معناها يشوفي با باش تحكي وهو يحكي، خاطر لي كوبل يحكيوا برشا ما بينات بعضهم، اما ساعات يصيروا دي مالونتوندو، معناها تقولها وما فهمنيش، صح تقولها وما فهمنيش، هاو فهمني بالغلط، هاو ما جبليش، هاو ما عمليش، معناها ديما هكا لي روبروش هذوكم يجيو من لي مالونتوندو. كيفاش احنا نجموا معناها نتغلبوا عليهم لي مالونتوندو هذوما ولا اون لي ديباس؟ الكلي الاولانيه سر الاولاني هو ساعه نفهموا الاختلافات ما بينات بعضنا. هما رجال ونساء ما همش كيف كيف اكيد اكيد ماهيش حاجه جديده، معناها ربي ما خلقناش كيف كيف، ويمكن يكونوا اوبوزي ولي ديفيرونس هذوما نتاعنا هما اللي يجذبونا لبعضنا، معناها لاتيرونس هذيك تجي من ديفيرونس اللي هو شخص يكملك ماهوش كيفك، عنده حاجه اخرى، مثلا راجل قوي يحب مراه هكا طوندغ وكل، راجل يخمم بالعقل يحب العاطفه، معناها حاجات يكملوا بعضهم. باغ كونت يخلقوا برشا دي تونسيون، خاطر دو شوز ديفيرونت مع دو شوز اوبوزي ساعات، كيفاش نفيقوا بهم هذوما في الحياه العاديه؟ مثلا نعطي اكزامبل، مثلا في التليفون الراجل كي يحكي في التليفون لزام عندهم الكاركتير ما نجمش يعمل برشا حاجات او ميم طون، انسي نجمو تلقاها في الكوجينه وفي التليفون وتعس على اولادها وتحل الباب وكل تنجم تعملها، الراجل يعمل حاجه على فوا، كي تجي انت مثلا هو يحكي في التليفون وانت تجي باش تحكي له حاجه ولا باش تقص عليه، ساعات يعمل اون رياكسيون تبدا
اغريسيف شويه بروتال شويه صحيت المراه تفهمها تفهمها من منظورها هي خاطر هي تنجم تحكي في التليفون وتنجم تجاوب وهو ما يجاوبش لازمها تفهم راجلها اللي هو ما ينجمش يعمل حاجتين او ميم طون. هذايا مثال في الشوبينغ مثلا نساء يحبوا برشا يشري ويدوروا كل رجال ما ينجموش هي المشكله صحيت برشا راجل وفما حتى في اللي كوبل يصير عليها برشا مشاكل اللي الراجل ما عندوش وسعه البال ما يمشيش معها ما يدورش معها هو برشا مش حكيت وسع البال هو هذايا راهو لاستيوس كي نفيقوا بيه نفهموا بعضنا نوليو اون كومبرون رابيدمون كي تفهم انت قاعدك اي نفهموا بعضنا بتيتر لو مو اكثر هو التفاهم اني انا نجم مانيش موافقه متوافقه معاك ما نحبش الحاجه اللي تعمل فيها اما نتفاهمك ونحترم رغباتك ونحترم معناها نلقى راحتي في راحتك سي سا لو سكري دو لا ريوسيت هو الاكسبتاسيون هذيك تقبله كيما هو معناها باش نجيو انا توا ريم نحكي على ديفيرونس ديجا اللي ما بيناتنا معناها خاطر لازمك تفهم هو كيفاش يخمم وانت كيفاش تخمم عشينا بربي بنقطه الشوبينغ هذه خاطر هما برشا برشا قيدوا الشوبينغ في شوبينغ هو قلت لك لا ناتور معناها طبيعه الراجل معناها ما ينجمش يعمل شوبينغ طويل ما ينجمش يقعد يدور ويقيس وينحي ويشوف المرايه وكل المراه هذيك الجو نتاعها تحب تعمل هذيك الكل معناها هي الادمي توا حتى في لي بوتيك ولاو يحطوا معناها كراسي للرجال باش يقعدوا يستناو نسيهم خاطر هو ما ينجمش يدور معاك طبيعته هكاكا لازمك تفهمها تقول هو هكاكا علاش تحب تبدلو انت تنجم انت اللي تو ريسبكت صحيح لازمو يحترمك يحترم اللي المراه تحب تعمل شوبينغ وتحب هو ما ينجمش يقعد يستناك يشرب قهوه معناها ما ناخذوهاش اللي هو ما يحبنيش ولا ما لازم زاد انت تفرض عليه وتلزم عليه حاجات اللي هما مثلا لازمهم زاد هذه تدخل في اطار التفاهم بين بعضهم معناتها الحاجات اللي انت تعرفوا ما يحبهمش مش لازم تفرضهم عليه كيما هو زاد ما يفرضش عليك حاجات هو زاد ولا مثلا في تلفزه باش تتفرجوا على هو يحب الفوت باغ اكزومبل الرياضه وانت ما تحبش معناتها هذاك هو يلزم واحد يلقى صحيح نجم نعطيك ان اوتر اكزومبل بوتيتر باش نبسطوا مثلا راجل كي يروح للدار يبدا عنده نهار كامل خدمه ومشاكل المراه كي تروح للدار عندها طاقه باش تعاود من الاول وجديد حتى كي يبداو عندها مشاكل تحب تحكيهم الراجل تحبه يسمعها ما تنتظرش منه حلول تحب جوست يسمعها والراجل بالعكس كي يروح للدار يبدا عنده مشاكل ما يحبش يتكلم نقولوا معناه يدخل في الكهف نتاعو انطوائي شويه صحيت انت تخليه هكاك ما تمشيش وقت اللي هو يبدا ساكت تقول له لا توا احكي لي اش فما لا باز فما حاجه من غادي هي تبدا معناها العركه مع اش فما اش بيك اش صار عليك اليوم خليه هكاك يرتاح شويه ومن بعد ارجع له معناها صحيح هو لازم يفهمك زاد اللي انت تحب مثلا تحكي له تحبه يسمعك عندك حاجه تحبه يفهمك فيها نفهموا بعضنا كما قالت ريم بكري اون كومبرون لي ديفيرونس هذوكم اللي هم مشيش وقت اللي هو يبدا ساكت تقول له لا توا احكي لي اش فما لا باز فما حاجه من غادي هي تبدا معناها العركه مع اش فما اش بيك اش صار عليك اليوم خليه هكاك يرتاح شويه ومن بعد ارجع له معناها صحيح هو لازم يفهمك زاد اللي انت تحب مثلا تحكي له تحبه يسمعك عندك حاجه تحبه يفهمك فيها نفهموا بعضنا كما قالت ريم بكري اون كومبرون لي ديفيرونس هذوكم اللي هما ناتوريل ديجا هذيا اول حاجه معناها من بعد ثم هما برشا راهو لي ديفيرونس معناها اكيد ما احنا جست ابسط الحاجات نبسطوا بهم اكثر نقربوا بهم معناتها الصوره باش تكون اوضح صحيح مثلا في البريز دو ديسيجن وقت اللي باش ياخذ قرار فما حاجتين مختلفين الراجل كي يجي باش ياخذ قرار ياخذ ديريكت القرار نتاعو معناها ما يشاور حتى حد باغ كونتر تنجم في ساعة تبدل له رايو ثاني يجي يقول لك سيي انا قررت الصيف هذا مش نصيفه من نعرفش وين انت تقول شبيه ما قاليش شبيه طفيني شبيه ما خذاش رايي خاطر في بالك سيي الى ديسيدي باغ كونتر كان انت تبروبوزي عليه حاجه ديريكتومون باش يقبلها فهمت المراه بالعكس كي تاخذ قرار تحب تعلم العباد الكل العباد الكل معناها تشاورهم وتقول لهم وكل باش نفهموا الاختلافات هذوما وقت تبدا واعيه بهم انت ومدركه بهم ديجا تفهم كل شيء معناها تعطيه الاكسكيوز تقول اي هكاك سي كوم سا معناها الحاجه الثانيه الكلي الثانيه هي البارتاج دو ريسبونسابيلتي معناها التشارك وتقاسم المسؤوليات الادوار المسؤوليات معناها حتى نتاع المشاكل في الكوبل نخرجوا ماك الضحيه معناها انا ديما الضحيه والاخر ديما هو اللي يظلم فيا وديما المشاكل منه هو هذيك نخرجوا منها اي مشكله راهي لا ريسبونسابيلتي نتاع الزوز نتاع لي دو هي راهو هذه
معناها ساعات الظرف يكون مختلف يفرض نفسه راهو معناها وقت اللي انت تقول بارتاج انا نحب التيوري نتاعك مي نعاود ديما نقول لك سي تخو بو بور اتر فري خاطر انا من التيران نحكي لك على الحاجات الملموسه اللي تقول به بارتاج دي ريسبونسابيلتي داكور اما راه وقت تلقى لو بارتنير اللي اي ريسبونسابل ماهوش قابل حتى لو كان واعي حتى لو كان يعرفك انت متحمله مسؤوليتك هو ما يكون نحكي الراجل ولا المراه راهو سا 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 ديبون معناها تو ديبون دو لا سيتوياسيون مش ديما المراه غلطه ولا الراجل غلط مش خاطرنا في برنامج نسائي راهو باش صحيح احنا نحاولوا ندافعوا على المراه خاطر جينيرالمون المراه هي اللي تحمل برشا حاجات مي راهو بارفوا في الكوبل هالبارتاج هذا هو اساس المشكله راهو راهي المشاكل ما تجيش من الحاجات الخطوط العريضه المشاكل في الكوبل تجي من لو كوتيديان لو بارتاج دي ريسبونسابيلتي راه يولي معناها نوليو كاين نرميو في الكره لبعضنا خاصه وقت تلقى احد الطرفين اي ريسبونسابل او بيان اما بوعي او بغير وعي ساعات يبدا انكونسيون هو الي اي ريسبونسابل اي انكونسيون وجينيرالمون المشاكل في الكوبل تقول لك راجلي ماهوش مسؤول ما يتحملش معايا المسؤول ولا ما يتقاسمش والا سامحني والا يبدا واعي يعرف اللي هو راهو مخلي لك المسؤوليه ولكن هو مرتاح في الوضعيه هذيك وسامحوني معناها راهو الرجل الشرقي اون جينيرال ولا الراجل العربي اللي ان بو معناها ايغويست نحب ولا نكره ثم شويه حتى تربيتو ثقافتنا واحد انا غالب سي تان ثقافتنا تربيتو زاد التربيه هي مربيتو زاد المراه اللي مربيتو لا ولكن نضرب على انه ثم نوع نتاع دليل اللي يخلي عنده شويه انانيه واللي يخلي معناها يسيب شويه مسؤوليته واحد على المراه يحس روحه اللي هو كالفكره الجينيرال اللي انا في الشارع ولينا متحمس رغم مي انا كي نرجعوا لي شانجمون اللي صاروا في السوسيتي نلقاو المراه متحمله المسؤوليه للداخل والبرا والراجل متحمل المسؤوليه للبرا بركه وكي يدخل في وسط في الداخل لو كوتيديان اللي لازم يتشارك معاها تلقاه يرجع يولي يرجع ولا يحكي في يعاود يل ديسكوت لي برينسيپ من الاول جديد دونك انا باش نسالك كيفاش كونكريتمون سي بيان دو دير باش نكونوا متفاهمين اون دو بارتاجي لي ريسبونسابيلتي سي تري بيان دو دير اما كونكريتمون وقت اللي هو ما يحبش ولا ماهوش مقتنع كيفاش تعمل له انت اي فيس فيرسا ساعات المراه راهو ساعات المراه هي اللي تبدا ماهيش متحمله مسؤوليتها كما يلزم معاك موجه حلوه لطيفه هكا نحسوا فما برشا حاجات خرجت اليوم اللي انا ساعه ريم نحكي راهو من ديكا كونكري خاطر انا بدي يجيوني معناها ديكا ويجيو بوغ اون ثيرابي معناها يبداو عندهم مشكله وكل ويجيو باش يحلوا المشكله هذيك كي نحكيو على البارتاج دو ريسبونسابيلتي مانيش لا مع المراه لا مع الراجل معناها لازمنا نخرجوا مكان لي جوجمون معناها ما نحتمش حاجه مسبقه راهو هو مش متحمل المسؤوليه ولا انا مش متحمله المسؤوليه انا هنا نحكي على الريسبونسابيلتي نتاع المشاكل الزوجيه معناها كي نقول عندي دور عندي انا دور سواء مراه ولا راجل انا راني عندي دور فيها هذيك رانا وصلنا لها مع بعضنا ايجا نصلحوا لهنا زاد فما حاجه امبورطونت اللي هي لي بوزوان معناها الحاجيات لازمك تفهم الحاجيات نتاعك انت ونتاع الطرف الاخر الراجل مثلا انت تو تقول ماهوش ريسبونسابل هو كي نرجعوا للناتور نتاعو الراجل اللي يحس بالمسؤوليه اكثر من المراه خاطر المراه معناها في الاستوريك ماهيش هي اللي تحمل مسؤوليه الدار ماهيش هي اللي تصرف ماهيش هي اللي معناها هي مدلله صحيح تبدل على خاطر احنا ما عادش نفهموا لي بزوان تاعنا ما عادش نفهموا حتى احنا شكوننا معناها ساعات تلقى المراه هي تاخذ دور الراجل صحيح. الراجل ما تعجبوش وقتها ما هو اصلا لو شيف دو فامي معناها راه هو ذيك طبيعه فيه لازمك انت تظهر له اللي هو عنده قيمه تشجعه عنده ان بزوان كبير نتاع ريكونيسونس معناها تعترف له مثلا عمل حتى حاجه ساعات يركب لك انبوبه في الدار يقول لك عملت اكس بلوا معناها لازمك تقول له يعطيك الصحه وكل يحس روحه فالوريزي كي تنحي له لا بارتي هذيك وتقعد انت تقول ليه انا نتعب اكثر وانا كذا وانا كذا هو باش معناها باش يسلم فهمتي ولا يخلي لك كل شيء يقول لك هي ديجا تحب هكاك خاطر اهم حاجه انا نخرجوا من نظريه المحاسبيه انتي غير دي كونتابل انا هاني تعبت انتي لازمك تتعب انا اعطيك هي مشاركه انتي هي انتي لازمك وقت اللي تعطي رانا معناها لو كوبل هو راجل ومراه يكونوا يونيتي واحده يكونوا زوج دونك انتي اذا كنت باش تعمل راك باش تعمل روحك قبل ما باش تعمله اللي هو ولا كيف هو اذا كان باش يعمل يفو با معناها ما لازمناش نحسبوا وتبدا وتقعد تستنى في الكونتر بارتي في انا هاني تعبت اي انتي لازمك ترجع لي انتي تعبت روحك على خاطر هي المشكله ديما كالاحباط اكلي عبدي
يبدا يستنى انا عطيت ونستنى باش ناخذ وبعد وما ناخذش وكان احباط ورا بعض وبرشا يطيحنا في مشاكل وبربي ثم نقطه معناها تخيل ماذا بيا نختموا بها اللي هو هكا الاحباط ويوقعنا في البرود وحبينا نحكيو مع منجي كيفاش تحافظ على التواصل ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله الاحباط في جرة الاحباط اللي طيحنا في البرود ساعات نمشيو للطلاق اللي هو سوليسيون خير من دوتر سيتوياسيون اللي هو يطيحنا في البرود ويطيحنا في النفاق ويطيحنا في انه يولي وجوز عايشين متعايشين ولكن مع برشا نفاق ومع برشا وجيعه لا يلفو فيغ تخي اتونسيون يعطيك الصحه ريم شكرا ليك مدام وجيه شكرا ليك يعطيك الصحه الموضوع الحقيقه حلو برشا كل مره نحكيو فيه كما قلت موضوع هام شاسع فيه برشا حكايات برشا ما نحكيو وما زلنا ما نحكيو فيه اكيد كان عندكم اي تساؤل اي موضوع تحبوه يكون حاضر في برنامجنا معليكم كان ترسلونا على العنوان الالكتروني موضوع على ذمتكم اليكي tunisiatv.an وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليكي احنا مواصلين مع بقيه فقرات برنامجنا ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين ومين في حومة باب الخضرة ولا في الحجة مين ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كانت خاصة في ربط الحلفوي وقعدت نتبع فيك يا بنية باب سويقة خمسة وخميس عليك تمنيت وجهك يضحك لي وشفرك لك حالي نعملي مرة نتلاقى بيك
ريتك في حلق الواد واحنا على بعضنا بعاد ما لقيت كيفاش نصل وتلهاو بينا العباد وقتاش يا مشلوق في خجلتك مضمون نكمت بيك الحساد ترجح بالخانات آه يا ليتني ما شفتك ناري شعلت وقوات محلاك في الصبحية كيف تتبختر يا بنية الدنيا مشات وجات برنامجنا بالنسبة لليوم باش يكون مع مدام نورة ودر اللي جينا من بنزرة. اليوم استمتعنا بكوليكسيون حلوة برشا شاهدناها مع بعضنا. مرحبا بك مدام نورة. بيك عايشك. شرفتنا برشا انت اللي اول مره جينا في برنامج اليكي. والحقيقه حكايه غرام كبيره بالطريزة وبالصناعات التقليديه وخاصه بالكساوي الكسوه معناتها التونسي وخاصه الكسوه البنزرتيه. البنزرتيه هي الكسوه البنزرتيه اللي هي متركزه ياسر على الكونتي العدس كونتي. ما اندثرتش ديما مطلوبه حتى قد ما ظهروا روبج موديلات جديده. نعم. ودي كرياسيون جديده اما تيقعدوا ديما البنزرتيه متشبثين ياسر بالكسوه البنزرتيه اصلا. نعم. اي هو انت مدام حتى يمكن نقدمك اكثر للساده المشاهدين، انت في التعليم كنت في مجال التعليم لكن مغرومه من صغرك بالطريزه وعائلتك الكل تطرز. كلهم يطرز. نعم. في التقاعد نتاعك وقبل التقاعد قعدت تخدم مع امك رحمها وثم تو وصلت معناتها اختصيت خاصه في الطريزه وفي الكسوه معناتها البنزرتيه كما قلت انت زاد الكسوه التونسي معناتها التونسيه الكسوه. نعم. التونسيه ما نحن مركزين على التطريز. نعم. تطريز البنزرتي هو مركز ياسر على العدس والكونتيل. نعم. معنا العقيق والكل اما تقعد ديما البنزرتيه يركزوا ياسر على العدس والكونتيل. حتى البنات يعني حتى جيناسون جديده يحبوا بعض يعني ما يحبوش اما الاكثريه يتاثروا بهم وخاصه السنه كما قلنا معناتها وشفنا رجوع كبير 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 للفوطه والبوزه بتاعنا الاصليه والتونسيه بالطريزه العدس والكونتيل معناتها حاجه دارجه برشا. رجع ياسر خاصه وهي فرصه باش نحن ركزنا ياسر ورجعنا وفرحنا. نعم. اللي هي توا موضه ركزنا ياسر على دي كرياسيون جديده الفصالة جديدة تطريز يقعد هو ديما نفسه. نعم. كانش الرشمة نبدلو تتماشى شوية مع أذواق الجيل الجديد. أما نقعد ديما تطريز اللي هو ديما العدس الكونتيل ندخلو زاد عنا شوية العقيق
نعم. تساوي اخرين يكونوا عقيق وعدس ورباق قصبة وكل، اما الاكثر نحن البلاطية ديما يحبذوا الكسوه الكونتيل حتى ان تبدلهم وقت يسمعوا ان تبديله نحن خرجنا الكونتيل يفرحوا ياسر ويخيروها على على التبدل الاخرين حتى نعم. الحضاراتنا يعني نعم به مدام نور انا كما قلت عدس وكونتيل وعالم جميل برشا من التطريز، وقلت لي ملي انت صغيره كنت في العطل انت واخواتك تطرزوا وعندك حسره كبيره برشا في قلبك تحب التطريز هذايا يتواصل وما يندثرش معناتها قلت لي في الكواليس قلت لي ماذا بيا كنلقى كيفاش معناتها نحاول اني نعلمه خاصه اي لوجه في خاطر نحن بكري كانت كل دار نعم. كل دار مهما كانوا حتى بنات كانوا قراوا شويه في السبعينات نعم. والثمانينات اما الى جانب ذلك يطرزوا كلهم نعم. يعرف اما الجيل اللي توا قاعد جديد قاعد لا ما يعرفش حتى شيء ما يعرفش حتى التطريز ما يعرفش يشد ابره وخيط يعني حاجه توجع القلب حتى انه مش يخدم حتى حاجه لي صغيره نحن مش قلنا زاده ما ينجمش نعم. ساعتين ندخل بنات نلقاهم ابره والخيط ما ينجمش يشدوها ياخذوا برشا وقت باش يتعلموا نقول لها نسالها نقول لها امك ما علمتكش حتى تعرف يعني حاجه خاصه بيك يعني حتى حياتك اليوميه تقولي لا وكل ديما مفكره نقول لو نحن خاطر في جيلنا نحن ولو حتى في ديارنا مع عماتنا تعلم ما حتى في المعاهد نعم. كان عندنا سنه اولى وثانيه وثالثه نعملوا ساعتين خياطه في الاسبوع نعم. فيها تطريز وفيها هيك يخليك ترجع للقديم تاعنا وتراث والجيل الجديد يساعدوا برشا باش يرجع للصناعات التقليديه هذيا هي هوايه فن الى جانب ذلك ينجم يعملوا حتى يعني مورد رزق صحيح ورائنا سافرت برشا ورا في برشا بلدان الصناعات التقليديه ماخذه نتاعهم ما اندثرتش نعم مشاو تقوى مع العصر الجديد مشاو يطوروا فيها وحتى نحن نجموا ما نخليوش كما قلت خاصه الشباب اي كما قلت معناتها فما يقول لك عاطلين على العمل وكل لكن ينجموا مثلا خاصه اللي يقراوا في البوزار واللي غيروا معناتها التطريز يخدموا بها وكل هي كعمليه تطريز ماشي صعيبه ياسر نعم. يعني اما يقعد بالحق جماعه البوزار وجماعه اللي يقراوا اللي الفنون الجميله ياسر خاطر الفنون الجميله الكل ينجموا خاطر هما يرسموا يعني ينجموا يستمتعوا افكار جديده رسوم جديدة مع واستغلوا أما كغرزة وكماش صعيبة أما شنو هما مراويش لو روها في صغرهم ولا روها ما في معاد ولا خاطر ميتهم ما عاش تطرس هي رسالة حلوة منا فكر أنا في برنامج اللي هو بالنسبة للبنزارت فكرت باش نتصل أنا بالإدارة الجهوية متاعنا ونحاولوا نعملوا جمعيات نوادي خاصة فكرة حلوة برشا تعلموا نفكروا التلامذة شوية في التطريز ربما بعد ما يقرأوا ويواصلوا هيك لي خاطر إلا صار لي هكيك هيك لي تعلموه من الصغرى وراوه ممكن يرجعوا له يطوروه ويدخلوا عليه بالعلوم الجديدة نعم. بالأفكار الجديدة يعطيك الصحة إن شاء الله تكون رسالتك وصلت وأكيد حاجة حلوة برشا اللي قدمته اليوم واللي حكيت لنا عليه اليوم خاصة على علاقتك الحلوة برشا بالتطريز وهكا معناتها قريت وقريت تبارك الله وكملت معناتها مسيرتك ما شاء الله وفي مجال حلو برشا شكرا ليك مدام نورة على حضورك معنا وشرفتنا برشا وأنسنا برشا وكنت سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معنا لأول مرة في برنامجنا وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى أكيد بكوليكسيون جديدة ومتنوعة ومتألقة. هكا مشاهدينا نوصل نهاية برنامجنا بالنسبة لليوم، موعدنا يجدد معكم الحلقة القادمة، إلى اللقاء.